السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس فلاتر. درس اليوم سيكون عمليا قليلا حيث أننا سنكمل أولا مع الليوت، سنتعرف على الليوت جديدة، وفي نفس الوقت سنقوم بعمل يعني مطلوب جدا، يعني وهو التعامل مع CSV. لدينا الكثير من البيانات التي نحتاجها أن نقوم باستخراجها من CSV ونقوم بعرضها في التطبيق، وهذا مثال هنا كما ترون باستخدام Table Layout و مجموعة بيانات CSV قمت بتحميلها من النت، وقمت يعني فقط بتكرارها هنا لكي يظهر لنا البيانات، ونقوم بالسحب الأعلى وأسفل، وهذه هي النتيجة النهائية. سنحاول أن نتعرف على كيف قمنا بهذه الخطوات. أول شيء سنتعرف على كيف جلبت ملفات CSV وقمت بتحويلها إلى بيانات يمكنني استخدامها في Flutter، ليس بأفضل طريقة بل فقط عبارة عن CSV parsing لما أقوم بعمل mapping لها لأوبجكت أو ما إلى ذلك، فقط يعني سطحي جدا، لكن النتائج تظهر لنا بشكل جيد، وهذا هو ما نحتاجه في هذا المثال البسيط. أولا ملف لدي في التطبيق الخاص بي assets، لدي ملف اسمه sales.csv، وهذا هي شكل الملف الذي نحتاجه. يمكنك أن تعمل بأي ملف تريده يعني بدون أي مشكلة، أي CSV لديك يمكننا استخدامه. ثم ذهبت إلى pubspec.yaml وقمت بإضافة هذا السطر يعني أو نزع التعليق عنه، وهو أني أشرت إلى الأسيت. ربما لم أقم بالإشارة إلى هذا الأمر لأنه تم تغييره في Flutter أو تم تحديثه في السابق، يعني في أول مرة عملت فيها فيديو حول الأسيت كانت يجب عليك أن تكتب اسم الملف بشكل كامل لكي تحصل على الملفات، او يعني تستطيع الوصول الى الملف موجود في ذلك الاسيت، يعني تكتب اسمه بشكل صريح. اما الان فلقد تطور الوضع واصبح تذكر فقط اسم المجلد ويقوم بجلب جميع الملفات داخل ذلك المجلد. الان يعني لو كان هناك اكثر من ملف واحد داخل هذا المجلد او مجلدات اخرى يمكننا الوصول الى الملفات داخلها عن طريق فقط اسمها، لا نحتاج الى كتابتها هنا في الاسيت. آخر شيء وهو أني أستخدم هذه المكتبة التي تسمى CSV وقم باستخدام هذا الإصدار أو إصدار آخر على حسب الوقت الذي تشاهدون فيه هذا الفيديو، لكن سأقوم بهذا الإصدار. لماذا؟ لكي يعني ربما يكون هناك تغييرات في الإصدارات الأخرى. حسنا، هذا بالنسبة للتجهيزات والأشياء التي نحتاجها. الآن نعود إلى الكود، يعني هذا الملف الرئيسي لي، لا نحتاج إلى الإشارة إليه. نذهب إلى الليوت هنا، قم بعمل importing لهذه المكتبات. كما ترون لم أقم بعمل كل شيء يدويا هذه المرة لأني أعرف أن هذا الفيديو سيأخذ وقت طويل جدا إذا قمت بعمله يدويا. نحتاج إلى مكتبة الماتريال طبعا لستيتفول ويدجيت والأشياء الأخرى، مكتبة CSV وهي التي قمنا بتحميلها، ثم مكتبة Dart Async ونحتاج منها فقط إلى الفيتشرز، لا نحتاج إلى أي شيء آخر. ثم السيرفيسز أحتاج إلى الروت باندل. الروت باندل يعني هو أداة تمكن أو كلاس يعني أو شيء يمكننا من الوصول إلى الأسيتس مهما كان نوعها، يعني إذا لم تكن صور فنحتاج إلى الوصول إلى تلك الأنواع، يعني إذا لم تكن صور فنحتاج إلى الوصول إليها بطريقة ما. فالآن الشيء الذي سنقوم به، النتيجة النهائية البيانات النهائية ستكون داخل ليست، وهذه الليست ستكون داخلها ليست أخرى من دايناميك عناصر، يعني لا نعرف هذه العناصر شكلها. الليست هذه اللي يعني الكبيرة هي الصفوف أو الأيتمز بحد ذاتها، وهذه الليست هنا هي الروز أو الأسطر. ففي البداية سنبدأ بالليست فارغة جدا، ثم سنقوم بعمل هنا دالة، سأقوم بتسميتها load asset مثلا، هذا هو سيكون اسمها. وطبعا الدالة احتاج اليها ان تكون async، لماذا؟ لان يعني عملية جلب البيانات من يعني من النت او من اي مكان اخر فهذه العملية تأخذ وقت، لذلك نريد ان نقوم بعملها بشكل asynchronous. فما الذي سنقوم به الآن؟ سأقوم بتعريف متغير جديد مثلا سأسميه سأقوم بتسميته my data، هذا هو اسم الملف. ثم سأقوم بالأويت هنا، لذلك احتجنا إلى كلمة async لكي نقوم بعمل await هنا. لا تقلقوا، سأقوم بعمل مجموعة من الأشياء الأخرى توضح لنا البرمجة المتوازية بهذا الشكل أو Asynchronous Programming. الآن كل ما تحاول أن تفهمه هو أننا نستطيع الوصول إلى البيانات، أو أن الأسينك والأويت يعملان معا، إذا قمت بحذف الأسينك لا يمكنني الوصول إلى الأويت.
والأويت كل ما تقوم به هو الانتظار، يعني حتى تحصل على البيانات ثم تنتقل إلى السطر الآخر. فالآن أقول له root bundle، root bundle هنا، ثم أبحث عن دالة اسمها load string، نعم هذه هي التي نحتاجها. ثم يقول لي اسم الملف الذي يحتاجه، وسأعطيه مثلا assets، واسم الملف هنا sales.csv. هذا هو كل شيء. أقوم بعمل enter. الآن سيتم تحميل البيانات. يمكننا أن نقوم بتجربتها عن طريق عمل print لكي نعرف أن البيانات تم تحميلها بشكل صحيح. ثم سننتقل إلى الخطوة الأخرى، والتي هي سأقوم بعمل متغير جديد، والذي سيقوم بجلب البيانات من هذه الماي داتا، يعني تم جلب البيانات في الماي داتا، ثم يقوم بتحويلها الى string او الى يعني الى قائمة، يعني من CSV. هذه البيانات هنا يعني تم تحويلها الى string، من CSV تم تحويلها الى string، وهذه string سيتم تحويلها الى list عن طريق تلك المكتبة التي تعرفنا عليها، والتي هي CSV. مثلا سأقوم بتسميته الملف هذا CSV table، وسيكون عبارة عن CSV، أظن أن هذا هو اسم الدالة، CSV to list converter، نعم CSV to list converter لن أعطي أي شيء هنا. سأذهب إليه مباشرة وأقول له convert، ثم سيطلب مني string التي يريد أن يقوم بعمل convert لها. أقول له فقط my data، وهذا هو كل شيء. نريد الآن أن نقوم بإرجاع شيء من هذه الدالة إذا أردنا، يعني إذا أردنا أن نقوم بإرجاع أي شيء يمكننا، وإذا لم نرد فلدينا الحرية في الاختيار. لكن أنا الذي أريد أن أقوم بعمله هو أريد أن أنقل البيانات من ذلك CSV table، أريد أن أعطيها مباشرة إلى الداتا. كان يمكنني CSV table، كان يمكنني أن أقوم بعمل data هنا وأجعلها مقابلة لهذا النص هنا، يعني هكذا أقول له فقط data وأقوم بالتحميل، لكن أحاول أن أقوم بفصل المفاهيم هنا لكي تكون الصورة واضحة. لماذا يندب علينا هذا هنا؟ يعني يقول لي أنك async يجب أن ترجع feature، فسأقول له feature وسأعطيه null. لا أحتاج إلى أي شيء، يعني لا أحتاج إلى الدالة هذه أن ترجع شيء بطبيعة الحال. ف name عفوا، لا يطلب مني هذا الشيء، بل يطلب مني إعادة التسميه بشكل صحيح. يطلب مني يعني فقط أن يكون الاسم يبدأ بحرف صغير lower camel case، هذا هو التسمية في Flutter. وهذا الشيء هنا أيضا أحب دائما أن يكون كل شيء واضح، هو جميل، يعني الكود لا يكون هناك فيه أي تنبيهات أو مشاكل. لأن أضغط على shift F6 لكي أقوم بتغيير هذا النص هنا، يعني في البداية يكون هكذا my data لكي لا يبقى يندب علينا. حسنا، هذه هي الدالة لجلب البيانات وتحويلها من CSV إلى string أو إلى list يمكننا استخدامها. البيانات الآن جاهزة، وكل ما لدي في البرنامج الخاص به هو عبارة عن scaffold داخل floating action button في الوسط، ولا يوجد أي شيء آخر. أريد عندما يضغط المستخدم على الزر أن يقوم بعمل await لتلك الدالة التي هي يعني هي load asset. هذا هو كل شيء، دعوني أقوم بالتحديث وسنرى النتيجة. أقوم بالتحديث هنا وظهرت لدينا النتائج، بمعنى أنه لا يوجد أي خطأ. جيد جدا أنه لم يحدث أي خطأ، لأني كنت متأكد أن هناك خطأ سيحدث. سنقوم هنا بعمل print لآخر شيء نهائي الذي نحتاجه، وهو الداتا. سأقوم بعمل print للداتا لكي أتأكد 100%. أقوم بالضغط هنا ويظهر لي هنا أنه تم إظهار نتائج الداتا. حسنا، انتهينا من الجزء الأول الخاص بجلب البيانات من CSV وتحويلها إلى list. الآن سنذهب إلى layout الجديد الذي سنتعرف عليه، وهو table.
تيبل متى نحتاجه؟ تيبل نحتاجه عندما يكون لديك بيانات أفقية وعمودية في نفس الوقت وتريد أن تقوم بوضعها أو تخطيطها بشكل مناسب. يوجد ويدجت أخرى أبسط بكثير من هذا التخطيط والتي تسمى Data Table، لكن Data Table يعني هي مجرد تجريد لمفهوم Table Layout. لذلك يجب أولا أن نفهم كيف يعمل Table Layout، ثم سنتحدث عن Data Table في وقت آخر. الآن سأذهب إلى البادي، سأقول له أن البادي سيكون عبارة عن Table Layout. نعم، لا يعني فقط تقول له Table، عفوا تقول له فقط Table، هذا هو كل ما تحتاج إلى أن تقوم بعمله. الآن Table سيطلب منا عدة أمور سنتحدث عنها بعد قليل، لكن سنحاول أول شيء أن نظهر البيانات. سيطلب البيانات ستكون في متغير اسمه Children، وهو من نوع List of Table Row. فسأقول له أن Children هي List of Table Row، لكن لا يوجد لدي أي List حاليا، من أين أقوم بجلبها؟ أقوم بجلبها من Data، فأقول له Data، ثم أقوم بعمل Mapping لها، فأقوم بعمل Mapping لكل Item، أقوم بعمل Mapping لها وتحويلها إلى Data Row أو Table Row حسب ما يقولون، ثم أقوم في النهاية بتحويلها إلى List بهذا الشكل. الآن إذا قمت بعمل Return لتكست يكون فيه النص التالي مثلا Test، و أقوم بالتحديث فلن يعمل. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم يطلب منكم Table Row وليس Text أو شيء آخر. سأقول له هنا Table Row، هذا هو هنا Table Row، يطلب منا عدة أشياء من بينها Children. فتخيلوا أن التيبل بحد ذاته هو مجموعة، هو كالكولم، والتيبل رو هو السطر، يعني مجموعة من الأسطر، كولم فيه مجموعة من الأسطر. فسأقول له هنا أن children التي لديه، فمن جديد أحتاج إلى مجموعة من children، فسأقوم بجلب هذه children من الأيتم، فالأيتم بحد ذاته يحتوي على مجموعة من القيم، فسأقوم بعمل mapping لهذه القيم من هنا، سأقوم بتحويلها مباشرة إلى يعني أي عنصر الآن أريده يمكنني أن أقوم به بدون أي مشاكل. فمثلا إذا قلت له text وفيه كلمة test سيقوم بها بدون أي مشاكل. المشكلة هنا هي أنه يحتاج إلى تحويلها إلى list. لا يوجد أي مشكلة، دعوني أرى إذا كان سيقوم بالتحديث. حسنا، تم التحديث، وكما ترون قام بعرض 4 أسطر، جيد جدا، وقام بعرض عدد العناصر المحدد الذي لا أعرف كم هو، لكن المهم أنه يعمل بدون أي مشاكل. الآن سنعرض البيانات الفعلية بدل هذه البيانات. ففي كل سطر أريد أن أقوم بعرض القيمة الموجودة في ذلك الرو، فأقول له هنا الرو، وسنرى النتيجة التي ستحدث. والنتيجة التي حدثت هي مشكلة. المشكلة هو أن أحد هذه العناصر كان فيه انتجر وليس يعني وليس string، فبالتالي سأقوم بتحويلها بشكل صريح إلى string، لأن التكست يطلب منا فقط string ولا يطلب أي شيء آخر. فأظن أن الآن نعم هذه هي النتيجة، جيد جدا، وأصبحت لدينا نتيجة جيدة. أريد فقط أن أقوم ببضعة decoration، فمثلا هذا التكست الآن سأقوم بوضعه داخل padding، سأضيف له بعض padding، ثم هذا التكست سأجعله داخل container لكي أعطيه بعض الألوان، عفوا container، وسأعطيه colors.red. سأقوم بالتحديث من جديد، وأظن أن كل شيء سيظهر باللون الأحمر الآن. نعم، كل شيء باللون الأحمر، لكن أريدها أن يظهر على حسب شرط معين. يعني إذا كان أنا أحتاج إلى لما يجد هذه القيمة NA فسيقوم بجعلها باللون الأحمر، أما غير ذلك فسيكون كل شيء عادي باللون الأخضر. فالشرط في حالتنا هذه هو raw.toString contains، يعني هل يبحث داخله، هل يجد كلمة NA؟ إذا وجد هذه الكلمة أو هذا الحرف فسيقوم بالتالي، سيقوم بعرض color red، أما إذا لم يجدها فسيقوم بعرض colors green. سأقوم بالتحديث، والنتيجة كما ترون جيد جدا، أصبحت نتيجة تعمل، يعني لما يجد كلمة NA فسيقوم بجعلها باللون الأحمر.
الآن هذا هو كل ما نحتاج إليه في مثالنا الحالي. يوجد لدينا تيبل رو يمكننا تحديد ديكوريشن له، عدة أنواع من الديكوريشن، لكن سأذهب الآن إلى تيبل لأننا أمضينا وقت كثير في الشرح. سنذهب إلى تيبل هنا ونعطي بعض الأشياء المهمة. التكست دايركشن شرحناها كثيرا، لا أريد أن أقوم بإعادتها الآن. التيبل بوردر هذا مهم جدا في حالة التيبل، سأقول له أن تيبل بوردر من جميع الاتجاهات أريده أن يعطيه بوردر يكون بحجم واحد، هكذا يكون 1.0. نعم ظهر لنا البوردر، يمكننا تغيير الكولور الخاص به أو ستايل الخاص به أو أي شيء آخر، لست مهتما بذلك في هذا الحين، لكني مهتم بشيء آخر وهو تغيير حجم النص الموجود هنا، والذي هو عن طريق خاصية ستايل. سأقول له text style وسأعطيه في size، مثلا سأقول له أن الحجم سيكون 15، وإذا كان الحجم 15 فسيظهر لنا أفضل بقليل على ما أظن، أما إذا كان 20 سيظهر جميل جدا. حسنا، الآن النقطة التالية وهي السحب والإفلاء، يعني السحب كما ترون لا يمكنني السحب لأعلى. المشكلة يعني هذه حلها بسيط جدا، سأقوم بجعل هذا التيبل داخل مكون من نوع single child scroll view، يعني هذا يعني عبارة عن scroll view مثل list view، لكن لديه children واحد كما ترون. الآن سيكون بإمكاني السحب بهذا الشكل، يعني مثل أي قائمة عادية أخرى. آخر شيء سيكون هو تحديد العرض الخاص بهذه الكولمز. في بعض الأحيان نحتاج إلى تحديد العرض، فكيف نقوم بالأمر؟ يوجد خاصية اسمها column width، وهي تأخذ لدينا map وتحدد فيها الاندكس. فمثلا أقول له أن الاندكس واحد، سيطلب مني في العنصر الثاني سيطلب مني قيمة من نوع table width. يوجد عدة أنواع من التيبل ويدث، يعني هذا هو عبارة عن abstract class لا يمكننا استخدامه مباشرة، لكن يوجد أنواع من التيبل column width. فأولها هو أو يعني أهمها الذي نحتاج إليه هو fixed column، يعني نعم هذا هو fixed column width، وأعطيه مثلا حجم محدد للعنصر رقم واحد. فأقول له أن العنصر رقم واحد سيكون 200، أما العنصر رقم صفر والذي هو الأول فسأعطيه مثلا قيمة مثل 100 ستكون كافية. وهذه هي النتيجة النهائية كما ترون، نفس الشيء الذي حصلنا عليه في بداية التطبيق. يمكننا السحب لأعلى وأسفل، يمكننا تحديد بعض القيم، وقمنا بتحديد الويدث الخاص ببعض الكولمز، وقمنا بتلوين القيم التي يكون NA. حسنا، إلى هنا ينتهي درس اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم أفادكم. أظن أني يعني قلت أني سأحاول فقط التطرق إلى اللايوت، لكن الأمر ممل قليلا، أن دائما نتطرق إلى اللايوت بدون أمثلة عملية وتطبيقية لكيفية استخدامها. فهذا مثال عملي، أتمنى أن يكون أعجبكم، ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله.